عواطف المالكي عضو سابق في لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي في المدينة المنورة، لها الكثير من المشاركات في المعارض والاحتفالات، أيضا وضعت لها بصمة مميزة جعلتها تقيم عدد من المعارض الخاصة فيها. معنا اليوم وضيفتنا في الاستوديو الفنانة التشكيلية عواطف المالكي. أهلا وسهلا فيك عواطف. يا هلا حياك الله اختي. الله نورك يا قلبي. يعني في البداية هنتكلم عن الفن التشكيلي، وإيش أكثر شيء شدك في الفن التشكيلي؟ يعني إذا تكلمت عن الفن التشكيلي ف هتخلص الحلقة؟ شدني فيه الكثير والله. أكثر حاجة يعني من الصغر أنا يعني حابة الفن التشكيلي، حاسة إنه يعني شيء اتخلق معي. نعم. من الصغر. فما كنت أرسم لمجرد إني أرسم، لا، أنا كنت أرسم لأني بحس بالأحداث اللي حواليا. يشدني أي عمل أنا أشوفه، أي مشكلة أشوفها في المجتمع حوالي تخصني أو ما تخصني حتى. كيف لاحظتي الفرق أو الربط ما بين الرسم والخط العربي؟ لأن الخط العربي هو بطبيعة الحال رسمة للحرف. رسم. بس كيف شفت الربط بيناتهم؟ أنا بالنسبة لي الحمد لله كان بالنسبة لي أنه الخط، أنا أحب الخط العربي وكان خطي كما يقال إنه مميز. فما كان عندي مشكلة في عملية الربط بين الرسم والخط. يعني حبيت الشعر وحبيت اني حتى يوم اني ارسم الشعر فعلا، يعني طبعا ما اكتب شعر بس أيه. كنت احب اقرا الشعر، اسمع الاغاني اللي تكون فيها اشياء معينة يعني تمس الانسان، يعني بالذات فينا يعني فراق او لقاء او اي نوع من الشعر اللي يكون يعني يوصل بدون احساس واشعار. هذه رسمات، فكنت انا حابه انه يكون رسمي داخل في خط عربي، بالذات اني انا احب اللغه العربيه. جميل. مع اني معلمه جغرافيا. ما شاء الله. طب هذا شيء حلو، عارفه انه مثلا تكوني معلمه جغرافيا فانت ادرى بثقافه المناطق. سبحان الله كذا انه حتى وانا برسم انه كاني برسم خريطه، خريطه للانسان بشكل عام. وهنا احط القصيده اللي عجبتني، سواء كانت فيها حب، فيها، انا ما احب القصيده اللي تكون فيها حب او فراق، غير كذا لا. يا سلام. فاحطها بالخريطه اللي انا عاملتها. جميل. واحب ارسم الشخصيات اما تكون امراه، اما تكون امراه او يكون خيل. انا يعني كان من اول نفسي اسالك ايش اللي يميز رسماتك؟ نعرف ما شاء الله زي ما احنا شايفين قبل شويه تنعرض على الشاشه كلها مميزه. فهل انه هذا الخلط اللي عملتيه ما بين الشعر كفن والخط والرسم ممكن الاشياء تكون خلت لعواطف بصمه خاصه؟ والله شكرا انه في بصمه خاصه، لكن انا يمكن بصمتي اللي انا شايفتها اني انا احب اشتغل على الخيول بشكل تجريدي. وحبيت انه المراه تكون يعني موجوده كمان في لوحاتي على اساس انه هي اساس. ليش اخترت المراه؟ المراه عشان هي اساس المجتمع، هي اساس كل شيء حلو. حتى الرجل فيه اشياء حلوه بس المراه احلى. انا بنظري احنا مو ضد الرجل، احنا كلنا كلنا واحد، لما تختار بس المراه يعني يمكن تتاثر اكثر. أيوه. المراه يعني صبوره اكثر، تزعل بسرعه، ترضى بسرعه. أيوه. فحسيت انه من الصعب ارضائها ومن الصعب نزعلها. فيها عمق اكثر المراه جدا. حتى الرجل فيه عمق، بس يمكن الرجل شبهته بالخيل انه في عنده صمود اكثر، في عنده يهتم انه جموح، ما يحب يشتكي كثير. فالمرأة دائما تعبر. نعم. فكانت سريعة التعبير، فأنا اعتبرت أن الشعر أقرب للمرأة أنها تعبر. نعم. أستاذ عواطف، أهديتي معرضك الأول للوالدة الله يرحمها. إيش كان أكثر ما يميز اللوح في هذا المعرض؟ المعرض الأول كان للوالدة الله يرحمها لأنها ماتت قبله بيمكن أشهر. نعم. فكان المفروض أنها هي تكمل معي بعض اللوحات، هي ترسم. فكانت الله. المفروض أنها تشتغل معي، فأراد الله أنها يعني تنتهي بها الحياة. فتوقفت، ما كملت. بعدين صريت إني يعني بمساعدة الزملاء الفنانين والفنانات إنه لازم أعمل معرض شخصي لي. وهديته لها. المعرض الأخير حالة فن. لا، كان الأول، وكان هذا الثاني. وهذا ملامح. الثاني ملامح. نعم. إنه كان في الوسط، كان يعني مرحلة انتقالية. ملامح إنه ما كان في شيء معين أنا براسي غير إني أنا بظهر الشخصية العواطف المالكي. المعرض الأخير لا تفرق. يمكن أكثر شيء كان في الفترة هذه والدي، مرض والدي اللي أثر فيه كثير. نعم. يعني سنة وأنا أرسم في لوحات، بس كل القصائد اللي كانت موجودة فيها قصائد تعبر عن آلام أنا مريت فيها في الفترة، الحالة الراهنة وقت ما كنت كانت كل فترة أمر فيها أسجل
كلمات. بعض الأحيان تحتارين يعني ما أقدر أوصل الفكرة اللي أنا أبغاها، فكنت أقرأ عن قصيدة. تستعيني بالشعراء. شعراء، بعضهم اتصلت فيهم وتواصلت معهم، بعضهم أخذت قصايدهم، بعضهم كان في حاجة لامست شيء في نفسي فرسمتها. في فترة يعني صغيرة جدا عملت المعرض رغم كل شيء. حالة فن. حالة فن. اخترت ما كان اسمه حالة فن. هو كان اسمه حالة حب. أنا أول مرة أقولها عندكم هنا. حالة حب لأني أنا كنت بختار قصائد كلها إحساس، كلها حب، كلها أشياء جميلة. ما هو لازم الحب يعني الحب الحب. نعم. بس الحب إنه الإنسان يحب الحياة، يحب نفسه، يحب يتواجد في كل شيء حلو وجميل. حب الوجود أساساً. حب الوجود، حب الإنسانية. لكن لقيت نفسي فجأة بحوله إلى حالة فن. طب خلال مسيرتك الفنية هذه يا عواطف، كلمينا عنها، عن أهم إنجازاتك وأبقاها في نفسك وأجملها. والله الحمد لله يعني الإنجازات كثيرة، وأتمنى لأكثر برضا والدي علي يا رب. بس يمكن أهم إنجاز اللي هو إنجاز وإن شاء الله إنه يكمل يعني ايه؟ هو حالة فن ايه؟ اللي أنا يعني اشتغلت عليه وكان معرض ناجح بوجود شعراء وفنانين يعني وقفوا معي وساهموا معي بتواجدي في هذا المعرض أو ظهوري أكثر. بس كنت أتمنى يعني من الإنجازات اللي تمنيتها حضور والدي فيه، بس كان ما في المعرض هذا 3 أيام والوالد توفى يعني بعد المعرض، فأنا كنت حاسة بحزن أكثر، دفعني هذا لإنجاز آخر يعني وهو فيكي حالة خيل. ما شاء يعني الله. والدي كان الله يرحمه، معليش أنا حقول والدي كثير، لا عادي خذي راحتك بالعكس. يعني والدي كان كل شيء بالنسبة لي، هو الحب وزي أي بنت. وما أعتقد يعني أهم إنسان عندها غير والدها. صحيح. فأنا بالنسبة لي كان هو كل شيء. أيه بس الحلو. فكان يحب الخيول. أيه. ويوم توفى الله يرحمه ما لحق يعني يتواجد معايا في حالة فن. فأنا وعدت نفسي إن شاء الله في يعني الأسابيع الجاية. ما شاء الله الوالدة الله يرحمها والوالد موجودين، موجودين معك. طبعا موجودين إن شاء الله. وفي أعمالك في لوحك. أي ف يعني محل ما بتكون ما يموتون أصلا يعني ربي. الوالدين ما يموتون عند أي حد في الدنيا. والحلو في هذا الموضوع انه قد ايش انت بتوظفي هذا الالم بشكل ايجابي وبتجسديه. يعني انا عارفه والديني قاعدين يشوفون شغلي. صح. وبعد ان شاء الله اشهر ان الله اراد حيكون في معرض، يعني انا خصصت جزء من ريعه للامراض السرطان. اي الله تمم يعني. فحيكون عن حاله خيل. ما حاعلن عن الجهه اللي تكون مساهمه معايا الحين، وان شاء الله اول ما يكون في الداعم الرسمي والمكان الرسمي حاب أبلغ. بس أنا حبيت أن يكون للسرطان لأنه أنا والدتي توفت وسرطان رحمة الله عليها. فأنا حبيت أنه من خلال هذا المنبر الجيد وإن شاء الله يوصل يعني أنه أي أحد يقدر يساعد مرضى السرطان يساعدهم. ما حد يعرف هذه المعاناة غير الشخص اللي عانى فيها وشافها أو اللي عاش معه أو اللي عاش معه. فحالة خير الجاية إن شاء الله تجريد فني متكامل أنا قاعد أشتغل عليه حاليا، وإن شاء الله يكون يعني له صدى وتواجد. إحنا في انتظار إن شاء الله هذا الطفل الصغير يرى النور أكيد. إن شاء الله يكبر. نبغى نشوف الأصداء ونبغى كمان يعني نتمنى إنه كمان نشهد. أنا شخصيا يعني بس يكون تكون الأمور واضحة ديني خبر حابة إني أكون متواجدة فيه. أكيد كلكم. طبعا إحنا في روتانا الخليجية دائما ندعم أول حاجة الأشخاص المصابين بالسرطان، من مرضى السرطان حتى الأشخاص اللي الله يشفيهم أصدقاء يعني شفاهم الله وعافاهم إن شاء الله وسلمنا وسلم أحبتنا. عواطف المالكي هذا لا يخفي إنه أنت إنسانة رائعة، إنسانة حولتي فعلا الألم إلى أمل، وطبعا إحنا شايفين هذا كله من لوحاتك واللوحات اللي عرضناها على الشاشة. شكرا لتواجدك معنا، يعطيك ألف عافية، وزي ما قلت الوالدين في القلوب ما يموتوا. أكيد أكيد. وكلمة أخيرة إنه أنا يعني أبدا ما فكرت إني يوم أيام أرسم عشان شهرة أو عشان مكانة، أنا كنت أعبر عن شيء في نفسي. أنت ملهمة يا عواطف، يعني أنا جلست معك بس خلال العشر دقائق هذه وفعلا حسيت قديش أنت إنسانة ملهمة وقوية وفنانة وإنسانة إنسانة بمعنى الكلمة. الله يسعد قلبك. شكرا لوجودي معكم وأنا أسعد. شكرا العافية. مشاهدين إحنا مكملين باقي الفقرات بعد الفاصل. يعطيك العافية. تابعينا بعد الفاصل فقرة سيدة الطربية لهذا الأسبوع مع الفنان محمد السهلي.